فترة جديدة من قناة النيل الأخبار في القاهرة، طبتم وطابت أوقاتكم. هذه الفترة نخصصها عن استمرار إسرائيل في استهداف قيادات حزب الله واستهداف حزب الله بدوره للقواعد والمقرات العسكرية الإسرائيلية، حيث قال حزب الله اللبناني أنه أطلق 20 طائرة مسيرة و200 صاروخ على إسرائيل في أكبر هجوم على إسرائيل منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. قُصفت 5 مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ، ردًا على اغتيال قيادي بغارة إسرائيلية في قضاء صور جنوب لبنان. فيما قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن الجبهة ستبقى مشتعلة وستصبح أقوى. وذكر الحزب في بيان له أنه استهدف الفرقة رقم 91 واللواء المدرع 7 وكتيبة المدرعات التابعة للواء 7 والفرقة 210 فرقة الجولان وفوج المدفعية التابع للفرقة رقم 210 في شمال إسرائيل. وأضاف أن القصف يأتي ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذته إسرائيل بمنطقة الحوش في صور جنوب لبنان الأربعاء الماضي ودعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء الماضي أن جيش الاحتلال قتل القيادي في حزب الله محمد نعمة ناصر في غارة على بلدة الحوش في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب بعد ذلك أنه رد بإطلاق 100 صاروخ من نوع كاتيوشا على هدفين عسكريين إسرائيليين. من ناحية أخرى، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة حولة، مما أسفر عن سقوط شخص. بدوره قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن الجبهة مع إسرائيل ستبقى مشتعلة، وإن الرد على اغتيال إسرائيل قادة في الجماعة سيستمر بل سيصبح أقوى. وأضاف صفي الدين في كلمة أدلى بها في الضاحية الجنوبية لبيروت أن حزب الله اللبناني سيستهدف مواقع جديدة لا تتخيلها إسرائيل ضمن رده على اغتيال أبو نعمة. من جديد لحضراتكم التحية. للمزيد من الحديث والقراءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بيروت الكاتب والمحلل السياسي ميشيل دمعة. سيد ميشيل، مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير. سيد ميشيل، كيف ترى سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل، وما الذي ترمي إليه بالنظر إلى آخر عملية اغتيال وقامت بها ضد الشهير بالحاج أبو نعمة؟ اغتيال القائد أبو نعمة في جنوب لبنان هو رسالة من إسرائيل على أنها على قوب، يعني على مفترق من التصعيد أو عدم التصعيد، لكن إسرائيل تخطئ دائما عندما تختار هكذا نوع من الاغتيالات، لأن القادة في حزب الله دائما هناك موجودون قرب الحدود الشمالية متلاصقين مع الجبهات، ودائما تنتظر إسرائيل الرد القوي من الحزب الذي يأتي بعد كل عملية اغتيال. إسرائيل في ورطة بين جبهتين، الجبهة الداخلية في غزة واليوم كلنا نعلم ماذا يجري، وجبهات المساندة التي تبدأ من جبهة الجنوب في لبنان وتمتد إلى اليمن والعراق. فهناك إرباك كبير عند القيادة الإسرائيلية وخصوصا في شمال إسرائيل، في شمال فلسطين المحتلة، حيث المستوطنات قد أخليت وهناك دمار كبير، ونتنياهو يتعرض لضغط كبير من سكان المنطقة، بحيث أنه فشل في إبعاد حزب الله على مسافة 10 كيلومتر عن نهر الليطاني، وما زال حزب الله يحضر المفاجأة تلو الأخرى في عمليات الردع ومساندة القضية الفلسطينية. سيد ميشيل، يعني في حال يعني تفهم أو تبرير أو شرح يعني سياسة إسرائيل في الاغتيالات، هل يمكن القول أنها تستهدف من وراء ذلك يعني تحضير العمل العسكري؟
يعني إضعاف قيادات حزب الله أو إضعاف حزب الله من خلال اغتيال قيادته؟ هي تظن ذلك يا سيدي، هي تظن ذلك، لكنها لا تعلم إمكانيات المقاومة، فهي كبيرة وكثيرة، فهناك قادة كثر في المقاومة حاضرون ليستلموا المشعل ويستمروا في المعركة. فمفاجآت المقاومة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في شمال فلسطين المحتلة كبيرة، والآتي أكبر وأكثر، وأن الردع التي تقوم به قوات المقاومة الوطنية الإسلامية اللبنانية من خلال عمليات الرد على الاغتيالات هي برهان على أن إمكانيات المقاومة كبيرة، وأن عملية إسرائيل باغتيالات يعني الشخصيات واغتيال القادة لاغتيالهم ظنا منها أنها تستطيع أن توقف حزب الله عن المقاومة أو عن الرد بقوة، فهي حسابات خاطئة يا سيدي. نعم، في حال يعني نظر إلى ردود أفعال حزب الله يعني بالقصف بطائرات ومسيرات وصواريخ، كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة؟ هل أنت تتفق مع الرأي القائل بأن هناك معركة حتمية مقبلة ويبقى تحديد توقيتها؟ وهل في حال حدوث هذه الحرب بوصفها حرب شاملة بين الجانبين، هل ترى أنها بالضرورة أن تتطور لحرب إقليمية تتشارك فيها أطراف أخرى؟ اليوم نحن يا سيدي أمام ساعات فاصلة، ساعات قليلة وليست كثيرة، نحدد أو تحدد من بعدها الأمور إلى أين ستتجه. هناك احتمالين، الاحتمال الأول هو توسع الحرب وإمكانية اشتعال الجبهة في الجنوب، في الجنوب اللبناني، لكن هذه المرة لن تكون جبهة الجنوب اللبناني فقط هي التي مشتعلة، فقط هي التي ستشارك في صد العدوان الإسرائيلي. هناك تصريح واضح لوزير الخارجية الإيراني بالوكالة منذ 3 أيام حذر فيها الإسرائيليين إن حاولوا التدخل بقوة وضرب المقاومة فإيران لن تقف مكتوفة اليدين. في المحور الآخر هناك صفقة يفاوضون عليها الآن الإسرائيليين، وهم الآن اتجهوا إلى قطر ليفاوضوا على صفقة تحت عنوان صفقة بايدن. الإسرائيلي ليس لديه احتمالات كثيرة، هو في الداخل يتعرض لعملية تمزق كبير، الثقة بين العسكر الإسرائيلي وقاداته العسكريين وضباطه غير موجودة، القتلى عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي كثير، هناك مشاكل بين السياسيين الإسرائيليين والأحزاب الإسرائيلية، هناك تفتت وتشتت ومظاهرات تطالب استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، هناك صمود غير منتظر كان صحيح. من المقاومة التي عادت من شمال غزة تضرب الآن مستوطنات صحيح. الاحتلال الإسرائيلي. فإذا نحن يا سيدي أمام أمرين، الأمر الأول أن تحصل هذه الصفقة وشروط حركة حماس واضحة، وقف شامل لإطلاق النار، برمجة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وعملية التبادل، أو إننا رايحين متجهين إلى توسيع الحرب. لكن أنا أقول وحسب معلوماتنا وحسب ما نرى وحسب ما نعلم عن قدرة المقاومة إن المقاومة في لبنان لن تستعمل شيء من قوتها التي تمتلكها حتى الساعة، وهي ستوجع العدو الإسرائيلي كثيرا إذا تدحرجت الأمور. نعم، بالنظر إلى كل المعطيات اللي قدمتها سيد ميشيل، وربما أيضا يضاف إليها 9 أشهر ويزيد، 273 يوما حتى الآن في الحرب على غزة، يفترض أنها أنهكت إسرائيل اقتصاديا وعسكريا إلى حد كبير، ويفترض أن معركة أخرى تالية هي مغامرة إسرائيلية كبرى ربما العقل يفرض على إسرائيل أن تحجم عنها، هل تظن أنه قبول برد حماس يجنب المنطقة الدخول إلى حرب أكبر لا يعلم مداها إلا الله؟ هو المفروض ذلك، لكن عقل نتنياهو المجنون، نحن نتعامل مع رجل مجنون، رجل فقد صوابه يا سيدي، فإنه سيخسر عند نهاية هذه الحرب مستقبله السياسي، وجوده السياسي، سيخسر كل شيء. نحن نعلم ان اخر هذه الحرب هي انتصار للمقاومه، بعد هذه التضحيات وبعد الاف الشهداء يا سيدي وبعد الصمود 9 أشهر
وبعد المساندة وجبهات المساندة التي تحولت إلى جبهات فاعلة في البحر الأحمر، في بحر الأبيض المتوسط، وفي الجنوب اللبناني. لا يستطيع الإسرائيلي أن يغامر أكثر، إنه مأزوم مع شريكه الأمريكي الذي مأزوم هو الآن في الانتخابات نعم الرئاسية، نعم ويريد وقفا لإطلاق النار بأي ثمن كان. بالنظر لكلام حضرتك سيد ميشيل، إذا اختصرنا وهو اختصار في محله ومنطقي، المشكلة في أزمة القيادة في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو يتصرف بشكل شخصي ويمين متطرف، وهناك أزمة قيادة في الولايات المتحدة الأمريكية تلجم إسرائيل عن الاستمرار في غيها. هل يفترض أنه نتوقع شيء قبل تمام الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تأتي بوافد جديد، سواء ديمقراطي آخر غير بايدن أو الجمهوري ترامب مثلا؟ يبدو أن بايدن كمان هناك المشكلة، يعني هذه الحرب أنتجت يا سيدي عودة البوصلة الحقيقية إلى فلسطين. إذا رأينا المشهد وبهدوء ورأناه بهدوء، حتى الأمريكيين متخبطون في الداخل الأمريكي، يعني لم يعد فقط الإسرائيلي هو الذي يتخبط، الأمريكي. أنت شاهدت أو ربما تابعت المناظرة بين المرشحين إلى نعم الرئاسة الأمريكية، صحيح، وكيف كانت خلاصة هذه المناظرة، وكيف العالم يقول إن الولايات المتحدة بعظمتها وبجلالتها لم يعد لديها رئيس مؤهل، مرشح مؤهل نعم نثق به ليكون رئيس للولايات المتحدة. إذا أن التخبط يضرب الولايات المتحدة الآن، الجمهوريون متخبطون، كل أساسة في أمريكا اليوم يراهنون اليوم على هذه الساعات المقبلة التي قلت عنها منذ قليل إنها حاسمة، إن لم يحدث اتفاق فنحن ذاهبين إلى الانفجار الأكبر. كررت مرتين سيد ماشال ربما الساعات القليلة المقبلة، هل تتحدث عن ساعات في غضون 24 ساعة مثلا؟ أنا أقول ذلك لأن في 15 تموز تفتح المعركة الانتخابية يا سيدي في الولايات المتحدة، وتشرع الأبواب لخوض المعركة، وقبل 15 تموز هناك 5 أيام طبعا يعد لها الحزبين المتنافسين للمعركة، هناك ما زال عندنا 4 أيام. 4 أيام هي فاصلة بين أن تحصل هذه الهدنة أم نتجه إلى التفجير. بشكرك شكر جزيل، وبكتفي بهذا القدر من التحليل، وبشكرك شكر جزيل علي سيد ميشيل دمعة، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الفترة. خدماتنا الإخبارية تتوالى مع حضراتكم على مدار الساعة من شاشة قناة النيل الأخبار في القاهرة. تفضلوا بالبقاء معنا.